في النضال قطوفها وثمارها سقط الحسام، سكت الزناد عن الكلام، صلوا الجنازة على الجهاد، باعوا العزاء، باعوا الدماء، باعوا الوطن، باعوا العباد، مدوا أيديهم لأي تلطخها الدماء. مدوا أيديهم لأي تلطخها الدماء في صفقة عرفت بمعركة السلام، فتكاتفت وتآمرت أمم البلاد مع اللئام. أهدوا إلينا لما سخوا من حقنا دجاجة، أهدوا إلينا لما سخوا من حقنا دجاجة، سعد الجميع وهللوا وزاد للوجه ابتهاجا، سعد الجميع وهللوا وزاد للوجه ابتهاجا، بلعوا الدجاجة ولم يبقوا لنا غير العظام، حتى العظام حاصروها وطوقوها، ما عاد في القانون شيء يسمى ضوء أحمر، ما عاد مرسوم لديهم على الخرائط ما كان بالأمس يدعى خط أخضر. سبعون عاما في النضال قطوفها صارت حطام، ماذا تبقى يا بكر يا سادة التصوير يا أعداء الحجر؟ سبعون عاما في النضال قطوفها صارت حطام، ماذا تبقى يا بكر يا سادة التطبيع يا أعداء الحجر؟ باتت بلا مأوى لدينا آلاف البشر، هيا يلقوا واستوردوا لهم الخيام، أمريكا تنتظر الثمن كي تهدي صهيون الأباتشي والأمان، ولتخرس الألسن إذا همست حرام، ولتخرس الألسن إذا همست حرام. أما إذا اتجه الركب نحو الشام فأيدوهم واثنوا على هذا الصدام، وزيفوا كل الحقائق وساعدوا في الانتقام. سبعون عاما في النضال قطوفها في قلب أطفال الحجارة هي الحزام، سبعون عاما في النضال قطوفها في قلب أطفال الحجارة هي الحزام. أطفالنا قد علمت صهيون درسا في البسالة، فأمسى لا ينام، وكيف يغفو جفنه وعلى أبوابه يطرع الموت السؤام. هيا يمضوا يا أطفالنا، هيا يمضوا يا أطفالنا، يا من هزمتم الشر في المواجهة لا الكلام، هيا يمضوا يا أطفالنا، قد كبرت بكم المدائن واستبشرت بكم العزائم، هيا يمضوا يا أطفالنا ولتنسفوا لغة السلام. أشكر الزملاء اللي بيعتز فيهم أستاذ أسعد الصبر، أستاذ الصاوي، أستاذ إبراهيم جو. بترك المسك الختام هذا لأستاذ زاهر الششتري منصة العمل التطوع في المدن. يعني حقيقة في شغلتين مهمة جدا. أول شيء التعبيرات، يعني في إيش عند الشعب الفلسطيني بيمارسه بشكل يومي، بس اليوم في تعبيرات ثقافية واضحة جدا بالشعر، تم التعبير هذا بشكل واضح أكثر في الإلقاء. يعني الواقع السياسي اللي إحنا بنعيشه في الشعب الفلسطيني واضح جدا اليوم، تم تجذيره من خلال الشعر. الخوين الزميلين اللي احنا نشكرهم بشكل واضح جدا. الجانب الثاني المهم جدا لازم تعرفوه يا زملائنا الاعزاء، ان المنتدى التنويري مش بس ثقافي وتطوعي، كمان عم بغرس شيء مهم جدا في الجيل الجديد في شعبنا الفلسطيني، بغرس المفاهيم الثوريه والمفاهيم النضاليه طول ما احنا لسه تحت الاحتلال. شكرا. الزملاء المحترمين، احنا بدنا نكمل برنامجنا، انتم معنا بالطبع. الي بس رجاء واحد عندكم، انه احنا بالفعل نقدم نموذج ايجابي بالالتزام بالنظافه، ما يصير اي اشكالات. البركه الكم والقعده برا، حجزنا منطقه هون، ووجبه الغداء الساعه 2 ماشي. خذوا راحتكم. مروان حسين، لحظة،
الأغراض بتتم هون، بتسكر الباب ومفتاحها واحد. بصير إنه هيك تمام.